علاش انا من الدفاع تقراه يديك وما كلاو تسمم ماشي انا اللي قلت ليه خد. السلام عليكم خوتي، الله يرحم لكم الوالدين. جيتكم بهذا الفيديو تدعوا لي مع وسيم وجوديا كلاو تسمم. اش غادي نقول لكم؟ لا حول ولا قوه الا بالله. تسمم ولا شكون اللي عطاهم تشيبس؟ وشكون؟ قولي. ماشي انا اللي عطيتها، ماشي انا اللي عطيتها، ماشي انا اللي عطيتها، عطات لوسيم تشيبس. وسيم طلب ليا درهم، قلت لي شوف عندك تشري تشيبس وعندك تشري مصاصة. امي قالت لي عطيها عطيها درهم في البيح فاش كنت انا في الدار، صحابني غياخذ بهم، مش اخذت تشيبس. انا ما شتوش. الله ياخذ تشيبس. انا ما شتوش. نعنى عليه كوكا، نعنى عليه تشيبس، نعنى عليه، وانت باقي كما دبري لنا عليها. دابا مش عطى لختو تشيبس، دابا جودي كتقيا. وانت غتشوفي كتقيا وكطيح، وسيم كيتقيا كيطيح. ما عرفاش نفعو ديال تشيبس هنا هو. دابا خليني انا نهضر. وسيري بعدي مني وعيد عليا الزبل. الله يرحم لكم الوالدين اخوتي. رمض الخاوي. خلي دابا نصح الناس، الله يرحم لكم الوالدين، عندكم تعطيو ولادكم تشيبس، انا عيروني يقولوا فيا اللي بغيتو. تشيبس مختار. وحق لا اله الا الله. اقسم بالله انا ما ناويه نعطي لولدي بجيبس. يا والله لا باقي كلاوة. انا نويت ولدي نعطيه يشري. يا والله لا باقي كلاوة نعلم عليها بالله. انا غنوريك. انا نويت نعطي لولدي يشريها بيمو، شرا بيمو، ماشي يا ربي شرا تشيبس، عطى لختو تشيبس دابا يا كيتقيا واوا وسيم يلاه يلاه فاق ندي دابا للطبيب. ها هو دعيو معاه شو كي داير حالته حالة. شوفوا من الصباح الليل كامل انا ما نعش، انت راني عسي انا راه ما نعش، راه انا بيتها مقابله مع بيتها مقابله بيتها تندير ليه فحاشا كون في قويلبه باش تمشي منه السخانه. قسما بالله دابا عيطات عليا، الله عيطات عليا امي دابا، قالت لي بنتك عتقيها، قالت لي بنتك كتقيها. ها هو كيلبس واسم يلاه بط حوايج من السطح، راه هما راه ما الحوايج باش انا غادي نطويهم دابا. غادي صافي خلي الطوموبيله مكريه، خلي الطوموبيله مكريه غندابا غنطيرو بهم للسبيطار خوتي، غنديهم للسبيطار. دعوا لي مع وليداتي الله يرحم لكم الوالدين، راه حتى انا كليتها. شوفوا حالتي كي دارت، انا بيتها كنتقيا حتى انا حتى انا. وياكم ردوا بالكم تشيبس بعدوها من ولادكم ما ياكلوهاش. شنو اللي خرج عليك؟ شنو اللي خرج عليك؟ قول لهم قول لهم. شنو باع؟ شنو درتي؟ بديتي تقيا الليل كامل مريض فيه السخانه، مريض مريض اللي شو ولدي كيصفر وجودي حتى هي حالتها. ردوا بالكم ردوا بالكم، الله يرحم لكم الوالدين على وليداتكم التشيبس. انا قسما بالله حتى كنعطيه ماكله الدار، والله حتى يلاه اليوم درت العدس، درت الحوت البارح بالليل، درت تندير انا الماكله ديال الدار. انا ما تنبغيش ولدي نعطيه الماكله ديال الزنقه، تيقول لي الناس خرجتي على ولدك ماكله الزنقه. انا كنعطي انا تنعطي ماكله الزنقه ممنوعه، ماكله الزنقه ما ناكلوهاش مره مره. دارت قالت لينا كنمشيو ناكلو كاملين مره مره. انا دعوا لي مع وليداتي الله يرحم لكم الوالدين، جي فينا حنا ما تجيش في وليداتنا. حنا غنديو دابا حنا غنديوهم للطبيب نشوفو شنو كاين. يلاه وسيم نوض حبيبي، يلاه خليتو حتى يفيق باش غادي ندي للطبيب. يلاه نمشي حتى جوديا مريضه. لا مسائل وز. ها هو وسيم مسكين مريض، دايرو للطبيب وكاينتها. اجي 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 خليه يهضر. ها شنو قلتي له؟ اكلينا باش يقولوا ندعوا معايا. قال لك اكلينا. صافي حبيبه ديالي حنا غنديوك الطبيب، غتولي باخي انت وجودي. دابا نطلع عند جودي حتى هي باش غادي نديوها. يلاه سير عاتق طلعوا الطوموبيل. دعوا مع وسيم الله يرحم لكم الوالدين. شنو تقول لهم وسيم؟ انتم زوينين وحبيبكم. دعوا حتى مع جوديا ومع وسيم الله يرحم لكم الوالدين مراضين. والله ربي اللي عان بيا، عتيق اللي ما عنده غرض كيضحك. حتى سنضحك شي بحال ديالي انايا. انت الله الا مريضه وحق الله. كنضحك معاك كتنقر من الصباح وانت كتنقر عاد. وكنقر حتي منك الديفو. ماشي انا، انا قسما بالله هي ما عطيتها. واش شكون عطاك تشيب؟ شكون؟ فاطمه. اختي فاطمه الزهراء؟ اه. يا واش شتي كتقول لي انا عطيته درهم؟ فاش عطيتك درهم؟ فاش عطيتك درهم؟ شنو قلت لك خود؟ شنو غنلومك انت؟ شنو قلت لك خود؟ ديال الصنطه ديالي. قلت لي خذ بيمو. يا خوت حنا غاديين دابا غنطلعو عند مي باش تعطينا جودي باش نديوها للطبيب. واو سيم دعوا معاهم الله يرحم لكم الوالدين. حنا جينا باش نديو جودي للطبيب. سخفنا واخا الله يشافي. عزيزه تيقولي لا، كتقولي عزيزه عاد كتحل. هاي جودي، جودي مريضه. جودي وقلنا زيد زيد يلا ندخل. هيا غتحل. هاي امي مسكينه. فين هي جوديا؟ هاي جوديا. ها؟ اجا ماما. يا والله. والله تا كانت غتخنق. اجا ماما. قسما بالله عتيقت امي كتعيط لي كتقول لي عتقي بنتك، بنتك كتموت.
وحقنا على لا غادي نديوا دابا قولي لي نديوا ها تقيا بزاف وقلنا تقيا زيدي تشيبس لك لو البارح تشيبس تشيبس يلا نمشي يلا تخيلي تقيا بزاف يلا بابا بابا يلا زيدي نقول عاد جي انا تجي عندي هكا شد 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 هذا شوف واسم شو صح دابا ايوا الحمد لله حنا بغينا يمرض وبغينا يصح ما كندوم ضروري للطبيبه عتيق يكون عندهم تسمم ما الصباح الخميس الصباح هو على الصباح عاتيق الله يهديك يلاه نمشيو عنديهم دوهم لهذا عنديهم لهذا بعدا كنشدو نعطيهم الدواء بعدا لا 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 اه جودي مسكينه هي لا لا شطره ليها شطره ليها تقيا 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 ما خلات موقيت ما خلات طلامت الكواش شنقول لك تشربت دابا شي هاد الكمون مع الماء عاد حبست ولكن العساج واحد شويه صافي نديوهم لهاد السبيطار اللي هنايا نشوفوا شنو كاين المشكل بغيت نديوهم السويسي فين ما بغيت نديوهم شنو هذا يلا يلا شو واسم كيصفر واسم صفر ولا ماشي صفر امي شوف البارح عرفتي مع الست الصباح كيتقيا حسيت به تهزيت وهزه وحده بدا كيتقيا مسكين كان غيجي في ليا الولد كان غيجي في ليا سلم على سلم على با سلم على با بوس با بوس ماشي انا شكون عطاك تشيبس وسيم طنزار قال لك طنزار انا عطيتو درهم البحت شنو قلت لك على الدار شنو راسهم شنو قلت لك البحت قلت فاطمه زهره قالت لك الله يعطيني الحمام ماشي هي كذاب هذا بس حوايجك انا عطيتهم الفلوس خرجوا من هنا شراوه شراوه فاش عطيتهم درهم قلت لي شري بهم وقلت لي عندك شي شراوه راسهم جا عطا خصو تشيبس قال لك انا تقاتل. انا ما شتي عاد كيبقى يقول لك انا من الصباح هو يغوش عليا كنبغى يضربني كاع ما كنعطيهاش انا صافي هاني انا اللي عطاها ماشي مشكل دابا حنا نديو السبيطار دابا راه مزيان لي تقيا ويخرجوا لنا الدواء ان شاء الله ولا هو بخير راه درت الكامل اه شويه ديال الماء وكامل شربتو قولي الناس باش يعرفوا ثاني درت لها شويه ديال الماء ودرت لها الكامون خليته حتى تستا وعطيتها داك الماء شربو عاد تهدنات من التقيه صافي يلاه عتيق نديوهم يخرجوا لهم الدواء نعطيهم الدواء باش يولوا بخير ما عرفتش شي يرجع لهم بالليل ما عنديش الماء على قولت الله اكبر على الله اكبر شي يلا خويا ماشي هو عيبانو لنا شويه ولاو شويه نقولوا صافي راه ولاو بخير هذاك القراعه ديال الدين تشات يلا بشويه حنا غاديين دابا للسبيطار دعواتكم الوسيم والجوديه دابا داز عليهم شويه الحال ولكن خفنا هكا بالليل يرجع عليهم الحال نديوهم ولا خرجوا لنا الدواء غادي ضروري نشريو لهم الدواء وباش يوليو بخير ان شاء الله باذن الله الله يحفظ لكم نتوما وليداتكم المهم راه كنشارك معكم حياتنا كيف ما هي قبلوا علينا حنا هابطين دابا دايرين عند امينه غتمشي معانا كتسق الدوم هاي صافي طلعي طلعي لقدام طلعي 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 لقدام طلعي لقدام ما طلعي لقدام اصاحبتي والله تطلعي لقدام ما طلعي لقدام اصاحبتي يلا امينه يلا وطلعت تطلعي قدام وين اخوك هذا طلع قدام ابو لي مال هذه حشمات السلام عليكم واش بنيتك امينه والله جلست انت حدا ماشي مشكل جلست انا جلست حدا وليداتي ها وماما وليداتي ها وما وليداتي الله يخليهم ليا يا ربي تشافيهم وتعافيهم بجوج ومرات واش بقات كتقيا الصباح بزاف بزاف وما كلات حتى شي حاجه ما كلاتش والو ما كلاتش كما المتبعين وبقات كتقيا امين الله يشافيها حتى مرات حتى هو لا تقيا حتى الصباح الله يشافيها حتى هو زعما تقيا حتى هو مع الست الصباح مسكين ها اي والله يشافيهم ويشافي جميع الوليدات المرضى يا ربي هاي خوتي دخلوا السبيطار وسيم وانا غندوز انا حاسه براسي ماشي مريضه ربي اللي عافيني انا مريضه على وليداتي وحق الله حتى ولاد سميه نفس الحال هادي وسيم انا كنغير موت ليا وهادي قلتوا لي اليوم حتى هي هادي ما كلاتش الدنيا الله يخليهم ليا يا ربي يخليهم وليداتي يلاه دابا دوزنا لهم خرجوا لهم الدواء ولادي تلاو تسمم
ماشي علاش انا من الدفاع تقلا يديك وما كلا تسمم ماشي انا اللي قلت ليه خذ شي بس قسما بالله اخوتي انا ايما قلت ليه خذ شي بس وماشي فات مزار انا عطيتو درهم قلت ليه خذ بيمو راه مي شاهده مشى هو خذت شي بس انا كنت مشغوله مع فاطمه الزهراء في البيت الاخر كنهضروا على شي حاجه مهمه هو مشى عطى اختو تشيبس الاخر انا حيت تالي شفت شويه واسيم وهذا شكون شاري تشيبس شراها هو عطاتو انا درهم رغبني قال لي تقول لي ما يعطيه درهم يشريها بيمو وما قلت ليه لا ما نعطيكش عطاتو درهم ولكن هذا الخلط هذا عمري ما نعاود نطيح فيه قول خوتي يقولوا فيا اللي بغيتو انا ما اللي بغات تنصحني بشي حاجه زوينه مرحبا ولكن اللي غتسب فيا وتعاير فيا خليت ليها الله هادشي اللي غادي نقول انا الحمد لله قايمه بالواجب انا وهاد الناس عارفينو يعني والتيبس ما خاصكش تعطيها سامي انا ما محيداش لي تقليد عليك ملي كيبغي يشريها تقليد عليك وكتحيديها لي وكي ما تعطيش درهم لساميه يمشي لحالوت الراس ويشري دابا اخر مره واسمه تاخذ الفلوس اخر مره اخر مره صافي اخر مره شحال غنبقى نشري لي بحال هكا كيكا دانون هكا في كاسكروت صافي صافي جودي انت عطيتي اختك تشيبس البارحه انا دقتها ملي دقتها حيدتها اليوم تا انا شو حالتي كي دايره تا انا راه مرضاتني المهم غادي ناخذ لهم الدواء خوتي سمحوا لنا على الغوت حيت عصبني عاتقه كيهضر وما تيعرف شنو كيقول سكت عاتق الله يهديك انتم اخوتي معانا دعوا لي مع ولادي الله يرحم لكم الوالدين ها هي جوديا شو واسم كي حيت صبرتي شو غيديرها في البالكون برافو عليك وليدي وليدي تبارك الله عليك بعدا كيسمع لي الهضره ملي كنقول لي شي حاجه كيديرها في بالو ها هي امينه والطفال امينه غتحل الصالون شدي وريهم شنو خدينا وريهم شنو خدينا صاحبتي شتي لي صاحبتي الدفاري وريهم خدينا تاكليات غادي نديروها للعشاء نديروها للعشاء خدينا شامبينيو كبير كما تجي عندي امينه كنبغي دير لينا سباكيتي خدينا الدراري الواسيم والجوديا خدينا هذا غيدير مع سباكيتي جوج دانونات ديال اكتيفيا انا عندي المعده خدينا هذا خدات باش خدينا هاد المشا طويلي نسيت فين هي المشا من تحت خدات هذا خديت جوج من هادو وخدات الثاني هادو الواسيم هكا في كاسكروت و جوليا خدات كنور ديال البقري كنديرو صافي ما عندناش ليكوش خدينا اربعه الحليب الجوليا شنو عصيري جوج هادو هذا كيفطر بهم واسيم الصباح لاصوص بيشاميل قرعه الماء هاد الماء غنفتحو دابا بسم الله والدواء خدينا الدواء صافي هادشي اللي كاين اخوتي دابا امينه غتنوض تصايب لينا سباكيتي جوديا جوديا اليوم غتبقى معايا في الدار غتبات معايا حدا ماما كي بقيتي شويه غتحيد البيمو ماما تتعشى شوف شنو علمتك باش تشوف انت ولدي كتسمع ليا الهضره هذه ديال امينه خديت ولدها عطيها هاك ديالك سكوت واسيم مريض هو ما تعطيش صاحبتي ما تعطيش هو غياكل هو غياكل شوف البنات الحوايج انا يلا غنطويهم ها هما انا يلا غنطويو يلا ها شوفوا البنات كاينين شي حوايج جبتهم ديال البرد غنحيدو ما نعطيهمش شي حد وهادو يلا بتهم مسطح غادي نطويهم حيدو واسيم ايوا هادشي اللي كاين اخوتي الحباب هاي سباكيتي هانتي شوفي تبارك الله جوديا هانتي على جوديا واسيم قابل ختو تيقول لي ها هي مشات للكوزينه كتحل البوطه كيحيد ليها الموسيله هزاتو برافو عليك واسيم الله يخليكم ليا هما كياكلوا شوفي دارت في الطاسيل امينه هي اللي صايبت لينا سباكيتي الله يرضي عليك ولات زوينه بالزعتر درت فيها الزعتر لا جات زوينه شوفوا شنو كدير شوفوا كتحط في الطاسيل برافو جوديا خوتي هذا هو العشاء ديالنا جبنا الكواش غادي نفرش انا وجوديا في الارض وامينه غتنعس هنا وسيم غينعس هنا وعاتق غينعس في البيت الاخر كنا ناعسين ها نتوما انا ها هو هي بلاصتي جوديا نضات كتقيه تقيه تقيه شوفي نيفه نزل لي انا انا ليا قلبك كيزدحر لي الله نجيتها وسيم راه هي نجيتا ولي ميكروب ما داروا معايا التحل ديتها الطبيب ما داروا معايا التحل صافي البنت مريضه كتر على شي حاجه جوديا سخفانه صافي الحبيبه ديالي صافي انا معاك ما تخافيش ماما ها لا انا ما تخافيش ماما خاصة التحاليل ماما تحاليل شربتي السيرو شوفوا كي تقيت عليا حاشاكم اخوتي ما عرفتش شنو هادشي هذا ديتها للطبيب
عطوني الدواء، عطينا هاد الدواء ها نتوما، ما كاين حتى شي حل، يعني خاصني غدا غنديها للطبيب، غنديها للطبيب الكلينيك. خويتا بنتي هادي ما تخافش غتقيا، حسيت بها، بس كانت كتقلب مسكينة. تا أنا بارح الصبح، ماما تا أنا الصباح متقيت الصباح. خويا سمحونا هادشي ما كناش بغينا نوريه ليكم، ولكن ما عندنا ما نديرو، بقينا غنديها دابا للطبيب عاوتاني، مقدرش نخليها. قداش نخلى حبيبه ديالي.